دايما عندي رسالة ليها. ايه يعني اللي انت تعرضتي له؟ هو ايه يعني؟ ده في ستات شافوا قدك 200 مرة، هو ايه الضعف ده؟ هو ايه الضعف ده؟ انت بتعيطي ليه طيب؟ انا سامع عياطك لغايه هنا. عشان انا تعبان. واحده قريبه طول الوقت، هي دايما حوالينا، دايما صوتها بيلبي كل النداءات. اللي انتوا بتحبوها واللي انتوا بتقلقوا عليها واللي انتوا بتزعلوا لزعلها، هي صوت مصر الاول. شيرين، واني ما اكونش مطربه يعني وخلاص، اكون ليا معزه في قلب الناس. والحمد لله انا اللي بيحبوا شيرين بيحبوني حب، مش حب مطربه. لا، عملتي كيان اسمه شيرين. انا بيصعب عليا جدا ان انا ارى هذه الانسانه الجميله الرائعه الطيبه الفطريه. لو مش هغني يبقى اموت، لو مش هغني يبقى اموت. عارفه اجمع والله، انا ما هيحصل لي حاجة. انت هيحصل لك حاجة يا شيرين. لحد دلوقتي يا وفاء بحس بخوف غريب، وبحس بمتاهة غريبة، وساعات بحس اني مش عارفة اي حاجة ولا قادرة اخد اي قرار في حياتي. اربعة وعشرين ساعة سرحانة، عندي دنيا كده غير دنيا البني ادمين، دايما ببقى سرحانة فيها. ليش؟ والله حاسه ان انا مش الموضوع، مش في برنامج ولا في جمهور ولا في اي حاجه، حاسه ان انا قاعده لوحدي في البيت. فكرتني بحاجات وصحيت جوايا حاجات. سرحتي انا اقدر اعمل كل حاجه، بس انا اللي سايبه نفسي. مش ساعات مش بركز، ساعات انا من الناس اللي بتوه كتير. مش عارفه اقول لك ايه، يعني لازم يكون في منافسين عشان يكون في ايه؟ بقول لك انها نجمه ومشهوره. عايزه اقول لكم انها قاعده تغني لوحدها. اي لا، ما هي حافظه الكلام طول النهار كده. انا شخصيه حالمه شويه، ممكن اكون بتمنى حاجات ممكن ما تحصلش على الارض، يعني تملي بسرح في دنيا هي مش موجوده وسطنا. الدنيا الحلوه اللي فيها
فيها خضار وفيها بحر. مفيهاش منافقين، مفيهاش كدابين، مفيهاش، فيها براءة. كيف توصل إلى مرحلة الانتحار مثل ما سبق؟ ربنا يسامحني، ربنا يسامحني ويغفر لي. اوعك حاولي في أي ظرف. كدابة لو قلتلك إني ما فكرتش في اللي أنت بتقولي عليه ده وأكتر من مرات. أنا حساسة زيادة عن اللزوم، أنا تملي بشتكي من الموضوع ده، إني ممكن ناس في مواقف تعديهم ويقولوا يلا، بس أنا ممكن كلمة تتعبني وكلمة تخليني أروت في السرير ما أقدرش أقوم. ليه لما بتكون نفسيتك زي الزفت بتقص شعرك انت بتقولي هيك؟ كنت زمان بقص شعري بس دلوقتي الانوثه بقى ده لازم. والحمد لله شعري طول. ايوه. فاكره اخر مره عندي كان اكتر، كانت الدنيا ساعة. يا اختي عمره ما لكيش دعوه بشعرك ده حلو اي وضع واي شيء. لما بدك تفشي خلقك شو بتعمل؟ بكسر كوبايات وبقى كلها بعض الكبيه. ما توصليش لانك تعملي حاجه تندمي عليها بعدين. شوفي انا وتلاقيني لما تديني حاجه تضايقني اروح. ما تقدري؟ ما اقدرش، بس مش هعرف انام. مش قادره تعملي كنترول على نفسك؟ لا، بحب اخرج اللي جوايا عشان انا شخص كده دمه حامي. بس حبيت ابلغك بيه اول واحده، وهو ان انا اعتزلت الفن بشكل نهائي ولا رجع فيه. هي بنت بلد ومن النوع اللي في قلبها على لسانها، ما بتعرفش تعمل كنترول. يعني تيجي حد يقول لها كلمه بايخه تقوم ترد رد بايخ، ما بتشغلش دماغها، تجمع مجموعه حاجات وتتقوقع وتروح قاعده. شيرين زعلانه زعلانه وواخده على خاطرها، فقالت انا خلاص مش هلعب اللعبه دي وتمشي. بس هي مش في كتير ناس ما هيخلوها وهي نفسها. انا قلت لها مش انت اللي تحددي، يعني مش من حقك. قلت له لعلي ما ولا، قلت له امشي لها اذا لازم الامر تمشي لها. يعني نسيت انه القرار هذا المتسرع نتيجه شيء. دي ست اطيب منك ما في، دي حياة، واشر مني ما فيش برضه. يعني انا مش عارفه انا مين فيهم. الجده حواليك تكسر صحون الكبيات ترجع تنميهم. لا مش جنان على فكرة، المودي ده مش بيبقى مجنون، بس بيبقى مع ربنا طول الوقت. تايه كده، متعرفيش تايه في ايه. وساعات يبقى جدع قوي، وساعات يبقى مختفي قوي، ما تفهميهوش، متعرفيش. يعني تملي مدير اعمالي يقولها انا ما اعرفش انت بتفكري في ايه، كمان ثانية ممكن تعملي ايه. ساعات دماغي بتلسع زي ما قلتلك، واخرف واعمل حاجات كده ما حدش يستوعبها، عشان يمكن انا تملي وسط الناس بحس ان لوحدي. تملي ببقى مع نفسي حتى مع الناس. هواكسك في الدنيا ايه؟ الكبر وان اكون لوحدي. نفسي دايما في خلفه كتير عشان لما اكبر ابقى وسطهم. حلم حياتي يكون عندي 10 عيال. عايزه اتكعبل في عيال كده، اتكعبل في اصحاب، اتكعبل في ناس بتحبني. نفسي اشتري قوي بيت في ايطاليا، في المكان اللي بيعملوا فيه الورود، ويبقى عندي جيران وانا مش بعرف اي لغه، فنقعد نضبطش مع بعض. الوحيد ممكن يعمل لنفسه دنيا، ما يبقاش، ما بحبش الوحده. العصبيه والتسرع نفسي اغيرها في شخصيتي. بندم على التسرع في كل حاجه بتحصل في حياتي، في كل حاجه، في كل حاجه. ليه ما تفكريش قبل ما تقولي الحاجه يا بنت الحلال؟ وساعات بتقولي الحاجه وقصدك تضحكي اللي قدامك فيزعل ياخد على خاطره. انا بقيت بفهم الكلام بس مش قادره ما اقولهوش. افكري قبل ما تتكلمي. مين اللي نصحها لك؟ واضح انك مش ماشيه عليها خالص. كل الناس. في الحقيقه شخصيتي يعني من ساعه ما اتولدت وانا كده عناديه قوي. ما احبش حد يقول لي اعملي حاجه، ولو بعمل حاجه غلط لو حد قال لي غلط بعملها برضه. ويمكن عشان كده ما بحبش حد يقول لي انت غلطت، لاني انا بحاسب نفسي. لان انا لما بيحصل اي مشكله
لا بنام ولا باكل، بفضل افكر، بفضل اهرف نفسي، باخد مهدئات، مش بحافظ على صحتي كويس. لازم اخد حاجات تاهلني النوم، وده مش على المدى البعيد مش كويس خالص للاعصاب ولا للجسم بصفه عامه. طب وليه بتاخد الحاجات دي؟ عشان انا لما بحط دماغي على المخده بيبتدي التفكير والحساب. طب مش نامي بسرعه؟ لا بحسد الناس اللي بتحط دماغها تشخر على طول. يا اختي لما خلفت مريم وانا جالي حاجه اسمها وسواس قهري، بتخيل حاجات ما بتحصلش. لو اصحى من النوم اصرخ اعتقد ان مثلا الشغاله حطت البنت في الفرن، والله هواجس، او مثلا البنت دخلت وقعت عليها طاسه زيت خايفه عليها، اروح مصرخه واعوذ بالله واترعش. وسباحين ماء كويسين جدا. جدا في سن صغير، انا اكتر حاجه بخاف منها لازم الطفل، لان في اطفال كتير بتموت من الغرق، وكنت بخاف عليها من اي حاجه وكل حاجه. وحسيت ان انا مش عارف اكمل خالص من كتر الخوف على الكائن ده. مش عارف اكمل حياتي، بعذب نفسي على الفاضي. لكن الحمد لله دلوقتي احسن، بس لسه بتعالج، لسه تعالج، لسه ما صرح ليش ان ابطل العلاج، لدرجه ان دكتوري قال لي اصحي من النوم كل يوم قولي انا حلوه، انا كويسه، انا جميله، انا ناجحه، لانك بتيجي على نفسك زياده عن اللزوم، وده مش حلو عشانك ولا عشان صحتك. اما ارغي مع دكتوري اللي بيعالجني احسن ما ادي سري لواحده تيجي بعد كده تمسكها عليا، ولا واحد يمسك عليا. اني احسن انك تتكلمي مع حد فاهم وبيسمع منك، عشان مش عشان ياخد منك معلومه. في مثل تقي شر من احسن تقليل. يعني كل الناس كويسة دلوقتي معايا. أنا مش عارفة هما كويسين معايا عشان شيرين بس، يعني لو كانت شيرين دي بقت حاجة كانوا هيبقوا كويسين. ممكن في ثانية يحصل حاجة لا تلاقي، يعني لا ما تلاقيش حد يسندك، ما تلاقيش حد يقف جنبك، ما تلاقيش. كل اللي عندنا ده هبة من عند ربنا، ممكن تروح في أي لحظة. ما بيفضلش غير الناس اللي بيحبوك، اللي ساندينك وأنت عايش بيهم. بس اتضحك عليا باسم الحب. انا بصدق الناس، انا للاسف لسه بصدق اي حاجه بتتقال لي. احنا عايزينك تبقي اتقل من كده شويه. اقول لهم ليه؟ يقولوا لي عشان انت طيبه قوي زياده عن اللزوم مع ناس ما تعرفيهاش. ما بتتعلميش؟ والله بقى كل يوم اقول هتعلم حاجه، ويعني مش هيضحك عليا بسهوله، الاقي نفسي بيضحك عليا برضه. يبقى بتنسي. بنسى؟ صح. كنت بتقولي لي ما بنساش. انا ابيض، انا اضعف مما يكون. ساعات بحس اني ضعيفه. في ناس ممكن يكونوا بيأذوكي من غير ما يحسوا، بس انت خلاص خدتي عليهم في حياتك، خدتي على ان هم الكتف اللي بتترمي عليه، هم الايد اللي بتتسندي عليها. انا ممكن عشان ما اتألمش قوي او عشان ما اتعبش قوي فعلا اضحك على نفسي في حاجات شويه، احاول ازوقها لحد ما واحده واحده تعدي واحس اني بقيت عاديه وطبيعيه. ممكن حد ابقى زعلانه منه جدا جدا، وفجاه في يوم من الايام احب جدا انا اللي اكلمه وصلاه. طيب انا بقول استحاله اعرفه تاني، تلاقيني اتصل من نفسي وصلاه. فانا فعلا موديه غريبه. يعني بتحبي هالشيء ولا نفسك؟ بحبها عشان طيبه، وعمرها ما شالت حاجه وحشه في قلبها لاي حد. عمري فعلا ببقى عارفه ان في ناس بتتكلم عني وحش وشايفاهم بعيني وبعملهم بمنتهى الحب. بجد يمكن عشان كده ربنا حميني. يعني شيرين حبيبتي يعني إنسانة طيبة، ما بيعرفها للشيرين. شيرين طيبة كتير وعندها أم تدعي لها كل نهار. شيرين ما بحياتها أذيت حدا، ما بحياتها جرحت حدا، وما بحياتها تعرضت على حدا بالوسط الفني. نحن كلنا بنحبها، نحن كلنا حبها. هي ست نعم في الدنيا، عشت أيام حلوة وعشت أيام صعبة، عشت محرومة وعشت ممكن أدلدق حب الناس. هي كل حاجة، فيها العقل وفيها الحنية وفيها الجنون وفيها الكبرياء وفيها حاجات كتير. يعني أنا اتولدت كده تركيبة، مش شبه حاجة، مش شبه إخواتي. إخواتي يحطوا دماغهم على المخدة يناموا، أنا لا. أنت شو بتعمل؟ أنا أفكر، أنا التفكير بيزيد عندي. أنا كتير، أنا ألف حاجة على
على بعضها في حاجة واحدة. أنا واحدة عايشة لوحدها مش حاسة وحدها في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني ضحكة مسرحة نفس عيوبي مش نكراها فيا أنا كتير لا أمان من أنت وطفلي لليوم لدرجة أنه أنت وماشي مع زوجك بتمسكي إصبعه. كيف الأولاد الصغار بيمسكوا إصبع أبوهم أو أمهم هن وماشيين؟ أنت تمسكي إصبع زوجك أنت وماشي كمان وأنت ولو شد الصبع ده مني وأنا نايمة بقى وما بتقدر تنامي حتى والله حد دلوقتي ليه؟ مش عارفة بس هو أنا يعني شعور بالأمان أنا عم بقول لك